لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اليوم من سأريكم افضل تطبيق لسرعة النت حتى ولو كان ضعيف النت. تطبيق رائع جدا، سوف اريكم ما هذا التطبيق. سوبرين في بي ان، سوف اكتبه لك. تقوم بتحميله من جوجل بلاي. هذا هو التطبيق، تقوم بالضغط على توب تو كنت سوان، ثم تنتظر. عند ظهورها حل الأعلى تم تشغيل البرنامج، وهكذا ستحصل على نت قوي وفتح المواقع المحجوبة. كما يمكنك تحميله من جوجل بلاي من المتجر. هذا اسمه. في النهاية إذا عجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالاشتراك والإعجاب بالفيديو، وفي أمان الله.